وللحديث أكثر عن طبيعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحلل السياسي الفلسطيني علاء الرماوي. سيد علاء، مرحبا بكم. ربما يعني منتج النشرة عندما حدثكم لهذا اللقاء سمع إطلاق نار في المكان الذي تتواجدون فيه، ماذا يحدث لديكم سيد علاء؟ تفضل. نعم، نحن الآن على مدخل البيرة الشمالية، تواجد عشرات الشبان الفلسطينيين يقومون بعملية التظاهر والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني. كان قبل قليل إطلاق نار ما أدى إلى إصابة شابين فلسطينيين من قبل قوات الجيش الصهيوني. هناك الآن على ناحيتين من مدخل مدينة البيرة تجري مواجهات، وأيضا كانت مواجهات قبل قليل أيضا في منطقة جنوب الضفة الغربية وشمالها. إذا نتحدث عن الأحداث على الأرض، لكن الأهم في الأحداث ما سيكون غدا. هناك دعوة من القوى الوطنية والإسلامية للنزول إلى مواطن الاحتكاك مع العدو والاحتلال الصهيوني لقطع الطرق على المستوطنين. وأنا أتحدث إليك، ما زال الغاز ينتشر في عديد المناطق، وما زال شبان ملثمون يطلقون الحجارة باتجاه قوات الاحتلال الصهيوني، وما زال أيضا يعني عشرات الشبان الفلسطينيين يتواجدون بالقرب من الصحافة الفلسطينية التي توثق الحدث من خلال ما يجري على الأرض. إذن سيد علاء، ما سمعتموه أو ما سمعناه هو إطلاق نار من قبل القوات الاحتلال الصهيوني وأدى إلى إصابة فلسطينيين، شابين فلسطينيين بجروح. حدثنا عن عدد المتظاهرين، وهل تزداد وتيرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيد علاء؟ نعم، يعني الأحداث على الأرض ما زالت متواجدة، وما زالت الأحداث ممتدة، وغدا ستكون الأعمق والأكثر حضورا. الآن ونحن نتحدث إليكم، نحن نتحدث عن عشرات الشبان الفلسطينيين في تظاهرة يعني فردية، والمواجهات تدور في أكثر من ناحية. هناك إلقاء حجارة عنيفة باتجاه قوات الجيش الصهيوني، والجيش يرد بعمليات إطلاق نار كما أشرت في هذه اللحظات التي وصلنا إليها أثناء يعني اتصال منتج النشرة. حدث وقع إطلاق نار ما أدى إلى إصابة شابين فلسطينيين بجروح. طيب سيد علاء، لو انتقلنا إلى الشق السياسي، مجلس الأمن يناقش غدا مشروع قرار بشأن القدس، الشعب الفلسطيني يقاوم بالحجارة كما تفضلتم قبل قليل، هل تعولون على هذه القرارات الأممية سيد علاء؟ يعني نحن تلحفنا فلسطينيا بالقرارات الأممية منذ عام 1948 وقبل ذلك، عندما كانت عصبة الأمم، ثم انتقلنا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة واليونسكو، وأخذنا قرارات عديدة، وهذه القرارات ظلت حبرا على ورق. القضية لا تتعلق بالقرار وإنما تتعلق بالإجراء. نحن وأنا أتحدث معك الآن أتواجد في منطقة قريبة الآن مطاردة لشبان فلسطينيين الآن، وأنا أتحدث إليك، وهناك محاولة لاعتقال ثلاثة منهم، وهناك تقنيص من قبل الجيش الصهيوني على مدخل مدينة البيرة. هناك يعني عملية مطاردة الآن تجري ساخنة ما بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، فاجأوا الشبان بعملية التفاف باتجاههم. نعود للشق السياسي. كما أشرت هنا، على الأقل الحالة الفلسطينية لا تقتنع بالتوجهات الأممية وإن تحرص عليها، بمعنى أن القرار الذي يخرج عن المؤسسة الأممية قد تفيد بشكل عام بأن تحافظ على المستوى الأممي الذي كان عليه. هذا الذي أغاض الفلسطيني. سيد علاء، وأنت تتحدث، يا حبذا لو تسمعنا، ربما يعني توجه هاتفك أو هاتفك المحمول لنسمع صوت الشبان الفلسطينيين، نحن سمعنا ربما قليلا منهم. حبذا لو أن الأمور ما زالت في تصاعد، وأنت قلت أن مطاردة لشبان فلسطينيين وقوات الاحتلال تحاول اعتقال ثلاثة منهم، حبذا لو نسمع يعني قليلا الصوت سيد علاء لو سمحتم. المطاردة أنت تسمع الآن في الخلفية. نعم. بعض النشيد الذي يخرج لتحميس الشبان الفلسطينيين في هذه اللحظات. نعم. إذن أنت تسمع الآن بعض النشيد الذي يخرج. بالضبط. نعم. من نعم. نعم. هل نسمعكم بعض الأصوات؟ نعم سيد علاء تفضل أكمل. نعم. نعم نعم. نسمع ذلك. تفضل سيد علاء تفضل أكمل. تفضل لو سمحتم. تواجد لهم في
هذه اللحظات، وايضا حالة المواجهة اذا مستمرة بمدخل مدينة البيئة. طيب سيد علاء، وأنت تتحدث معنا، يعني ما المفروض على الدول الرافضة للقرار الأمريكي في حال استخدام واشنطن لحق النقض الفيتو؟ ما المفروض على هذه الدول التي ترفض القرار الأمريكي؟ ماذا تفعل تحديدا؟ ما الذي يريد منها الشعب الفلسطيني؟ يعني الحالة هنا الفلسطينية تطالب من هذه الدول أن ترفع سقف التعاطي السياسي في هذه القضية، بمعنى أن يتم الحديث مع الولايات المتحدة بلغة المصالح جزئيا، ثانيا أن يعاد الاعتبار لترتيب العلاقة مع الاحتلال الصهيوني بوقف الاتفاقيات التي جرت، خاصة أن الاحتلال يستغل لأبعد مدى ما تم من نقل أو اعتراف للكيان بالقدس عاصمة للكيان، ثم بعد ذلك الحديث بشكل واضح حول إجراءات باتجاه تدعيم الحالة الفلسطينية من خلال دعم صمود الناس في مدينة القدس، دعم العمل على رفع حصار عن قطاع غزة من خلال على الأقل ترتيب أوضاع قطاع غزة ودعم الأناس هناك إنسانيا. من الواضح لدينا مشكلة الآن كبيرة في هذه اللحظة. طيب سيد علاء، أخيرا، في أي سياق تأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس التي تتزامن مع جلسة لمجلس الأمن الدولي؟ يعني المشكل أن لا تعويل فلسطيني على مجلس الأمن، خاصة كما تعلم بأنه قد يصدر هناك حق النقد الفيتو في التعاطي بإجراء مع الولايات المتحدة، خاصة أنه هي من يملك إجراء، هناك دول أوروبية تتماهى مع القرار الأمريكي وتتعاطى مع القرار الأمريكي على أنه يعني بالإمكان الحديث عنه والتسوية فيه. هناك للأسف بعض الدول العربية هي شريكة للولايات المتحدة في القرار، مثل مصر السيسي وبعض الأطراف في الحكم السعودي. إذا نحن أمام مشكلة حقيقية في هذه القضية، وبناء على ذلك المعول عليه فلسطينيا هو أن يتخذ قرار شعبي بمواصلة الانتفاض في الطرقات، دعم الحالة الفلسطينية من خلال المواقف الحقيقية التي يمكن أن تكون حاضرة من الحالة الشعبية. إذا مشاهدينا الكرام، يعني ونحن نتحدث إلى السيد علاء الرماوي، هناك إطلاق نار في الضفة الغربية، وكما تحدث يعني المحلل السياسي الرماوي، هناك إصابة شابين فلسطينيين، ونحن نتحدث عبر الهاتف، وأيضا سمعنا صوت لشبان فلسطينيين وتطاردهم قوات الاحتلال الصهيوني وتحاول اعتقال ثلاثة منهم من الضفة الغربية. المحلل السياسي الفلسطيني السيد علاء الرماوي، شكرا جزيلا لهذا التواصل وشكرا للإفادة.